السفينة كوستا ميديترينيا تدشن أولى رحلاتها البحرية إلى قطر، فقد رست السفينة العملاقة والتي يبلغ طولها أكثر من 290 متراً بميناء الدوحة قادمة من إيطاليا، وعلى متنها أكثر من 3000 سائح. كان في استقبال السياح عدد من الشخصيات المهمة في الدوحة كوزير المواصلات والاتصالات والأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، بالإضافة إلى عروض تقليدية تنقل الزوار في رحلة سريعة إلى تاريخ وعالم مختلف. قررنا أن نشارك إحدى القوافل السياحية رحلته منذ لحظة النزول من السفينة. عبر الكثيرون عن إعجابهم بالأسواق التقليدية الموجودة في قطر وبالرحلات البحرية وبالثقافة والتراث الخليجي الذي يحمل في طياته موروثا خاصا لا يعرفه الكثيرون. وهبة بوحليس لبرنامج صباح النور الدوحة.